تزامنا مع اختيار الشرقة عاصمة عالمية للكتاب، تم اختيار المكسيك ضيف شرفي هذه الدورة لمعرض الشرقة الدولي للكتاب تدسيرا للعلاقات الثقافية والحضارية بين الإمارات والدولة الصديقة. جمهورية المكسيك، هذه البلاد التي ترتاح على حضارات إنسانية ذات ثقل معرفي وأدبي مهم وعريق، حرص معرض الشارقة الدولي للكتاب على أن تكون المكسيك ضيف شرف دورته الحالية حتى يطلع الجمهور العربي والمحلي على إبداعات شخصيات ثقافية مكسيكية أثرت على الساحة الأدبية والثقافية والعالمية، وليتعرف على حضارة البلد الصديق. نحن فخورون أن تكون المكسيك هذا العام ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب بالتزامن مع الحدث المهم وهو اختيار اليونسكو للشارقة عاصمة عالمية للكتاب. ولنا شرف أن تكون الشارقة بدورها ضيف شرف معرض غوادالاخارا الكتاب في المكسيك في دورته 34 العام المقبل، ومن خلال هذين الحدثين الهامين بوسعنا تكسير العلاقات الثنائية والتفاهم بين المكسيك والإمارات منطلقين من هذه الفعالية المهمة في الشارقة. جناح المكسيك لم يقتصر على عرض الكتب فقط، بل أيضاً تواجدت الفنانة التشكيلية المكسيكية بيبيانا دوميت التي حرصت على المشاركة في هذا الحدث الثقافي لرسم لوحة جدارية في عرض مباشر خلال فعاليات المعرض، كما تحتوي المنصة على مجموعة من المختارات الثقافية التي تمثل فنوناً وصوراً وحرفاً تقليدية وغيرها من الفنون المكسيكية. أنا سعيدة جداً بتواجدي هنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأقدر اهتمام الشيخ سلطان القاسمي باهتمامه للكتب والتراث، وأنا هنا أيضاً أعرض بعضاً من الفنون التراثية المكسيكية كالرسم على المرآة والجدار. هنا في المنصة المكسيكية نعمل على نشر وترجمة بعض الكتب المكسيكية إلى اللغة العربية، وأيضا نعرض بعض المسوجات والملابس التراثية المكسيكية المصنوعة يدوية. تحرص إمارة الشارقة على مد جسور الثقافة والمعرفة نحو العالم في كل سنة باستضافة بلدان مختلفة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتؤكد على رسالة المعرض في جمع العالم على حب الكتاب والمعرفة، ليستمع الجمهور لهم ويتقاسم لغتهم وإبداعاتهم عن كثب. إذن بمساحتها الملهمة للفن والأدب اللاتيني، المكسيك تحل ضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الحالية، وهي فرصة عظيمة لإظهار قوة قطاع النشر والطباعة المكسيكي للعالم بأكمله. لأخبار الدار، لمياء المازمي من معرض الشارقة الدولي للكتاب. ما زلنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019 الذي يقدم مجموعة من الأنشطة وورشة العمل التي تستهدف الأطفال واليافعين في مختلف الحقول المعرفية والثقافية والترفيهية، والتي تثري معارف الأطفال وتخرج طاقاتهم الكاملة. الطفل محور اهتمام القيادة الرشيدة لإمارتنا، فهو مناط التنمية البشرية للإمارة التي تهتم بالإنسان قلباً وقالباً، ومن هنا تزرع إمارتنا الصديقة للطفل في معرض الشارقة الدولي للكتاب حديقة من الأنشطة والفعاليات التي تقول للطفل وبالصوت العالي: تعال أنت هنا عقلاً وقلباً ووجداناً وتفكيراً. هذه الخبرات اللي راح يكتسبونها في هذه الأجواء الجميلة شيء يعني رائع، ما راح ينسونه طول عمرهم، خاصة ان هني في بيئة تفاعلية جميلة، يعني في الكتب موجودة كقراءة، في أشياء مسموعة راح يسمعونها، في أشياء راح يشوفونها، فهو تفاعل بجميع الحواس. أطفالنا سيقفون محتارين بين مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تخلب الألباب
فورش العمل تنوعت ما بين ورشة تقنيات وقصص مصورة وبناء الشخصيات، وللرسم مكانه الجميل في ورشة أساسيات الرسم ورسوم من الماضي وقصص مبتكرة وشرائط مصورة وغيرها من الأنشطة والفعاليات المتنوعة. معرض الشارقة للكتاب موجه هو رسالة منيحة للطفل، يعني بتنمي له مهاراته، بتخليه يشارك، بتخليه هو يعني عبقري صغير بعقل كبير. بالنسبة لورشة الحكواتي هي بتنمي مهاراته الفكرية، بتحفز عنده الخيال انه يرجع للماضي، كيف كانوا عايشين بالقبل وكيف هو ممكن انه يستفيد من القصة بحياته اليومية بدون ما يحس. فكرتنا من الألعاب وبداية الشركة ان نجمع الأوائل والأصدقاء، ان في ألعاب تنمو التفكير والإبداع والتفكير الاستراتيجية، ويعني تبتعدهم من التلفونات شوية ويخلونها ويبدأون يتكلمون ويتشاورون مع بعض. ورش العمل المتخصصة تتيح للمشاركين استكشاف مجموعة متنوعة من الأفكار والمهارات وفهم تسلسلها، مع محاولة إنشاء عالم خاص بهم مليء بالمتعة والإبداع، حيث تستعرض بعض الورش أساليب النشر الذاتي الأساسية مثل الكتيبات الصغيرة والقصص الهزلية المصغرة وغيرها، التي يتعرف فيها الأطفال إلى بعض الاختراعات الجديدة التي تجعل حياتهم أسهل وأكثر متعة. لأنها مدينة صديقة للأطفال واليافعين، أبت أن لا يقدم مهرجانها الأكبر للكتاب فعاليات وورش خاصة وهادفة لتشجيعهم على الإبداع والابتكار. لأخبار الدار، فايزة الضنحاني من معرض الشارقة الدولي للكتاب.